هلا اذا بتطلع هون عندنا هذا الاي سي تو اي سي كونفرتر. احنا لحد الان عملنا كلهم كنا نعمل اي سي تو دي سي او دي سي تو دي سي هلا او دي سي تو اي سي. اليوم رح نعمل اي سي تو اي سي. بدخل عندي اي سي سبلاي وبيطلع اي سي سبلاي. ولاحظوا انا حتى اخذ البوزيتيف بارت للسايكل باخذ هذا الاس سي ار والنيجاتيف بارت للسايكل بستعمل هذا الاس سي ار. هذا بيشبه لحد ما ترايك بس هون في له تو فايرنج سيركلز فايرنج انبوتس واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. حتى اشغل هذا بدي سينكرونايز. ليش لازم يكون سينكرونايز؟ لانه لازم اعمل ديتكشن لايش؟ للزيرو كروسنج. لازم اعمل ديتكشن للزيرو كروسنج حتى اعرف وين بالضبط اخر الزاويه. انا هون حاطط زاويه الفايرنج انجل حاططها 60 درجه ومن مش مستخدم هون مش عامل سينكرونايزيشن لانه هون عندي انا سنجل فيز. لو اني عامل 3 فيز كان باخذ اي بي اي سي سي دي. بيطلع معي هون 6 بلسز من هون انا باخذ منهم بس البلسز هذول اللي هم تبعهم الاس سي ارز الاثنين اللي موجودين هون. هذه اللي هي كانت تتذكروا رقم واحد كانت عندي 1 2 3 4 5 6 1 هذول اخذتهم الاثنين انا هذول اللي هم بيقولوا البوزيتيف هذا والنيجاتيف اللي موجود هون. هلا بنشوف البلسز على كل حال نتاكد انهم مكانهم صحيح بالنسبه للفولتج اللي موجود هون. اذا خلينا اول شيء نطلع على الفايرنج بلسز اللي موجود هون. اذا نطلع على الفايرنج بلسز هذا انا هون هذا كونستنت بس انا حاطه 60 اللي هو الفايرنج انجل اللي بدي اياه التاخير. هذا هو الفولتج سورس. الفولتج سورس اللي موجود عندي هي هون اللي هو اي سي اظن انا حاطه يمكن 50 هرتز من هون 60 هرتز من هون. ولازم نفس ال 60 هرتز تذكروا دائما هو بدخلها هون ما بينفع تكون هناك 60 هرتز وهون ادخل 50 لازم تكون نفسها. الويدث تبع البلس عرض البلس 5 درجات. عرض البلس قديش اللي بتضل هون لفتره قديش؟ هلا اذا بعمل رن ورح نركز بس على البلسز في البدايه بدنا نشوف البلسز. اذا خليني اطلع على البلسز هون واضحه من هاي بالنسبه للزيرو كروسنج شايفين انها هلا عندي اول شانل اللي هو يلو اللي هو الفولتج. ثاني شانل اللي هو الماجنتا اللي هي النيجاتيف. انا مدخل النيجاتيف بالاول خلينا نشوف مدخل النيجاتيف بالاول. هذا رقم 4 هو النيجاتيف تبعه يعني اللي باخذ النيجاتيف هاف سايكل وبعدين مدخل البوزيتيف هاف سايكل. اذا بنطلع عليهم هون راح تلاحظوا بعد 60 درجه من الزيرو كروسنج اجى عندي اللون الساين اللي هو تبع البوزيتيف وبعد 60 درجه من النيجاتيف اجى عندنا اللي احنا رسمتهم قبل شوي رسمناهم الاحمر والازرق ورسمناهم الاثنين وغير ال 60 درجه بتتغير هاي المسافه من هون. هي لاحظوا مثلا افرض انا بدي اياها 120 درجه بس بغير هاي ل 120 درجه نعمل ران بصير عندي البلس 120 درجه بالنسبه للزيرو كروسنج زي ما انتم شايفين الان واضح ان هاي صارت هاي 180 درجه كلها هاي صارت هاي التاخير 120 درجه. اذا هذه واضح بالنسبه للبلسز والبلس الصحيحه رايحه على المكان الصحيح من هاي البلس تبعت النيجاتيف هاف سايكل فهي رايحه هون رايحه على النيجاتيف هاف سايكل اللي هي 180 درجه الثانيه اللي هي 360 وهذه رايحه على البوزيتيف هاف سايكل اللي هي رقم واحد. بس اذا بتتذكروا لما كنا نطلع على الترتيب تبع هدول بطلعهم 2 3 4 5 6 1 بهذا الترتيب مختلف عن اللي احنا كنا نتوقعه. عندي هون الكونتينوس جي او اي انيبل انا عامل له انيبل لانه البلوك لو بدي اعمل له بلوك قديش بدخل بلوك؟ واحد. فانا بدي اعمل له انيبل بدخل له زيرو عشان ما يكون في بلوك. عرض البلس من هون بتختاره زي ما بدك. احنا كنا مختارين عفوا هذا الكونستنت. عرض البلس من هون انا بختاره زي ما بدي. انا هون حاطه 5 درجات بتحب تاخذه بتقدر تاخذه مثلا 20 درجه وراح تلاقي عرض البلس بتغير عندك بصير 20 درجه. هون بتلاحظوا البلس صاروا اعرض. هذا بنستخدمه احيانا للبلس الاعرض اذا عندي هيفلي اندكتيف لود. اذا عندي هيفلي اندكتيف لود الكرنت عماله بيزيد في اللود بس باخذ فتره حتى يزيد مظبوط بدي اياه يوصل اللاتشنج كرنت اللي مش رح يطفي بعده الاس سي ار. فعيانا اذا عندي هيفلي اندكتيف لود ممكن ازيد الويدث تبع هذا البلس حتى اضمن انه يشتغل السيستم. ما يرد يطفي مره ثانيه يشتغل وبعدين يرد يطفي اذا البلس كانت رفيعه مش عارف كيف. ولا هون اقيس الكرنت اللي في اللود وبعدين هون ليش ما حطيتش فري ويلينج دايت عبر هذا اللود اللي هون؟ ليش ما حطيت هون فري ويلينج دايت؟ ما بصير ليش؟ هذا اوتبوت يعني مش هذا الجواب 100% صحيح، شو الجواب الصحيح؟ ليش بصيرش احط انا هون فري ويلينج دايت؟ هذا اللود ايش الفولتج اللي جاي؟ اي سي بصير احط فري ويلينج دايت على لود جاي اي سي ما بصير. اذا ما بصير احط هون لانه هذا بعدين رح يعمل شورت سيركت. بصيرش احط على الدي سي لود بصير احط فري ويلينج دايت بالبارلل مع اللود.
هلا شوف شو رح نعمل قبل ما نشغل بدنا نتاكد انه هاي اللود انجل هون 45 درجه زي ما احنا اتفقنا مش هيك؟ خلينا نشوف هذا قديش هاي هل هي فعلا 45 درجه ولا لا؟ كيف بدي احسب الزاويه تبعت اللود؟ 2 باي اف ان مش هيك؟ فعندي رح تكون الزاويه فاي تبعت اللود بتساوي ارك تان خلينا اسميها تان ماينس 1 اوميجا ال على وتساوي هلا عندي هون انا 3.5 ملي هنري رح اضرب 3.5 ملي هنري في 2 باي 60 هون عندنا مش 50 لان حطينا الفريكونسي هون 60 فبصير عندي 2 ضرب باي ضرب قديش الهاي 3.5 ملي هنري 3.5 اكسبوننشال ماينس 3 هذه بدي اقسمها على قيمه الريزيستنس اللي هي قديش كنت الريزيستنس عندي هون لسا ضربت في 60 ضربت في 60 في 60 بتعطيني 1.3 هلا اذا قسمت واحد على هذا الرقم وبعدين اخذت الارك تان له للجواب بعطيني 37 درجه اذا المفروض شو نشوف الان على 37 درجه ايش رح يصير على 37 37 درجه رح تكون الزاويه ما بين الكرنت والفولتج فرح يتاخر الفولتج الزيرو كروسنج تبع الكرنت على الفولتج 37 درجه على 60 ايش لازم يجي ايش الفايلنج فالس مضبوط؟ اذا هلا هيك احنا جاهزين نشغل عارفين انه هاي الزاويه 37 درجه تبعت اللود وهون انا عم بقيس الفولتج عبر اللود والكرنت عبر اللود ورح اشوف هذا كله على الاوتبوت اذا خلينا نشغل السيستم خلينا نرجع هاي ل 60 درجه ورح ارجع الفولتج تبع الفالس لخمس درجات هم جاهزين نشغل هذا السيستم خلينا نشغله نشوف هلا الاشياء اللي داخله معنا هون عندي هذا الفولتج اللي عبر اللود وهذا الكرنت اللي باللود خليني انزل زاويه اللود كمان شوي او ازيد زاويه الفايلنج عشان يكون في ديستنكشن بينهم خلينا اسوي هاي 90 عشان يبين معنا الفرق طبعا هيك اول ها هلا خلينا نطلع هون نشوف شو بصير نرفع هذه هون وخلينا ننزل الزمن تبع السيميليشن حتى نشوفه بشكل اوضح وراح نخليه هون 0.43 اوكي هيك اوضح شايفين شو اللي بصير خلينا نطلع الان هون اذا بتطلعوا عند النقطة هاي هلا راح تشوفوا انه هون عندي هذا الفولتج الاصلي هيو هون بالنظر تقريبا احنا بنقدر هي الفولتج الاصلي ها من زاويه الزيرو كروسنج تبعت الفولتج تاخرنا قديش احنا كنا حاطين الزاويه 90 انا حطيتها 90 بالاخر مضبوط هي عندي التاخير بالزاويه بالفايرنج انجل من الزيرو كروسنج تبع الفولتج تاخرنا 90 درجه بعد ال 90 درجه شو عملنا فايرنج لاي اس سي ار البوزيتيف لما عملنا له فايرنج شو صار بالفولتج على الاوتبوت؟ طلع مش هيك والكرنت بدا يزيد ليش ما طلع الكرنت وكان شكله نفس هاي اندكتيف لانه اللود ايش اندكتيف مش ريزيستيف اذا الكرنت لانه الاندكتيف لود راح يبدا يزيد اوصل عندي تقريبا القيمه هاي هون بعدين بنزل مره ثانيه قديش هاي الزاويه لازم تكون 37 درجه مش هيك 37 درجه ليش 37 درجه من وين جبنا 37 تبع اللود تمام اذا هو اللاجنج ما بين الكرنت والفولتج فلازم الكرنت يتاخر عن الفولتج 37 درجه المفروض هذا يكون عندي 37 درجه الان هلا عندي النقطه هاي ايش راح يصير الكرنت راح يصير بالثيرستر الاس سي ار الاول قديش قيمته؟ زيرو زيرو مش هيك؟ فلازم ايش يصير الاس سي ار الاول؟ بعمل سويتشنج اوف مضبوط والفولتج الاوت بيطلع من هون لهون هلا ليش هون ما عمل فايرنج للاس سي ار الثاني رغم انه في دي في على دي تي احتمال ايش في عندي؟ سنابر نتورك على هاي هلا بنطلع عليها وبنشوف نفس الشيء هلا بالنيجاتيف هاف سايكل شو صار؟ طفى الاس سي ار الاول بس لسه الاس سي ار الثاني ما عملنا له فايرنج لان ايش الفايرنج يعني اللي احنا عاملينها؟ 90 درجه فبعد 90 درجه من هون شغلت انا الاس سي ار الثاني اشتغل عندي انا حاسس هاي اكبر من 37 حسب شيء غلط كله باللود بحسابات اللود بتطلع 52.8 ليش طلع معي 37 انا عملت شيء حسابات بالغلط بل شيء غلط بالحسابات تبعتي انت حسبتها طلعت معي 52 اذا معتز عامل انا كنت غلطان بالحسابات معتز عامل هاي الزاويه فعلا مبين اكبر من 37 لانه هذه 90
اذا هاي 90 هذا اكبر من نص 50 هاي 45 تقريبا هون اذا هاي فعلا 52 زي ما حكى معتز اذا عندي هون انا بنزل بطفي عندي الاس سي ار الاول هون بعد 90 درجه بيشتغل الاس سي ار الثاني تبع النيجاتيف هاف سايكل لما يشتغل بيطلع الاوتبوت فولتج لهذا القيمه من هون وبكرر نفس الشيء بزيد لحد ما يوصل هون زيرو بعد زاويه اللود وبطفي هذا الفرق ما بين ايش وايش هاي الزاويه الفرق بين ايش وايش بين الفايرنج انجل وما بين اللود انجل ما بين الفايرنج انجل واللود انجل خلينا نطلع نتاكد انه في عندي فعلا الاس سي ار في هاي الدائره لو احنا جينا فتحنا هذا هون راح الاقي عندي انيشال كرنت هاي عندي سنابر ريزيستنس هون محطوطه ريزيستنس سنابر ريزيستنس 500 اوم والكاباسيتنس 250 ايش هاي ماينس 9 نانو فرد هاي نانو فرد 250 نانو فرد 500 اوم محطوطه للاس سي ار محطوطين على هذول بيكونوا ان باراليل هلا انا ما بعرف اذا حاولنا انه نطفي الاس سي ار خلينا اشيل عفوا السنابر نتوركس هلا احيانا بيسمح لي احيانا انه ما بيرضاش يعملوها خلينا نجربها ونشوف هلا اذا عملت ديسيبل هون للسنابر سويتشنج سيركتس فورورد فولتج سويتشنج ديفايسز خلينا اجرب اشوف اذا بخليني اعملها ران انا اظن انه في مشكله بطلب اني اغير الباور جي يو اي ايش بصير عندي عندي اشتغل ما صارش يدي على الفي تي كانه معمول ليميتيشن اذا ما قدرنا نعمل والا كان عم يشتغل لسه بشكل صحيح مضبوط بس راح عندي ملاحظين كيف راح كان في فولتج هون قطعت فولتج هون كانت موجوده هون راحت اللي كانت موجوده هون بس شغال بشكل صحيح اذا كان لسه الدي في على دي تي اللي موجود هون قيمته اقل من القيمه تبعت هاي الديفايس ماشي في اسئله على هاي واضحه اذا هاي السيركت اذا السيركت هاي كيف غيرت انا اي سي لاي سي الان حتى نشوف كيف غيرت اي سي لاي سي شوف شو راح اعمل راح ادخل على نفس هذا الاوسيلوسكوب راح ادخل الانبوت فولتج والاوتبوت فولتج حتى نشوفها اللي رح نعمل من هون راح ازيد وخلينا ندخلها على شانل ثاني خلينا نزيد على الشانلز وراح اعمل هون تو شانلز او تو اكسس والاكسس الثاني راح ادخل عليه الانبوت فولتج يعني صار عندي هلا اكسس جديد شوف راح اعمل ايش راح اعمل بالاكسس جديد راح اخذ هذا الانبوت فولتج مش هذا الانبوت فولتج اللي دخل عندي اللي اخذته من السبلاي هو اللي راح ادخله حتى اقارنه بشكل واضح مع الاوتبوت فولتج فتحت راح يجي عندي الانبوت فولتج تحت نعمل رن هلا قارن الاصفر فوق مع الاصفر تحت نفس الامبليتيود هذا الانبوت انا للاسف دخلت الانبوت تحت والاوتبوت فوق بس انتم واضح فاهمين شو هذا الانبوت اللي دخل عندي على السيستم هذا اللي جايني من السبلاي اي سي الفريكونسي 60 هرتز والبيك تبعه 10 فولت بيك تو بيك 10 بالناقص 10 شوفوا الاوتبوت كيف شكله صار انسى الترانزيت اللي هون كيف شكله صار الاوتبوت كانه مشلول منه قطعه مضبوط ومشلول منه قطعه كيف بقدر اعبر عن القطعه هاي اللي شلتها بطريقه معينه لا لو بدي اعبر اقول الفولتج انا حولته من شيء لشيء ايش احسن طريقه اعبر فيها عن الاوتبوت فولتج بالار ام اس تمام ممتاز بالار ام اس يعني هذا الار ام اس تبعه قديش يعني اكيد بدي احسبها لو بدي احسبها كيف بحسب الار ام اس تبع الانبوت هاي 10 ايش دي ماكس دي ماكس اذا الار ام اس ايش راح يكون بالنسبه لدي ماكس بقسم على ايش جذر التنين اذا الار ام اس تبع الانبوت في ماكس على جذر التنين مظبوط طيب الار ام اس تبع الاوتبوت في له معادله بنقدر نحسبها نقدر نحسب المعادله تبعت الاوتبوت واذا بدي اخذ مثلا لو كان ريزيستيف لود سهل اني احسب الار ام اس تبع الانبوت بدلاله الزاويه واظن انه عملنا عليها نشتغل عليها نشتغل عليها نشوف كيف احسب الار ام اس تبع الانبوت والاوتبوت صار فاذا هذه صارت اي سي تو اي سي سيركت مش هيك؟ حولت الانبوت فولتج اللي ار ام اس معين حولته لاوتبوت فولتج اللي ار ام اس مختلف مضبوط واضح اذا هذه اي سي تو اي سي سيركت ما رحت على دي سي انا ما حولت اي سي لدي سي ودي سي لاي سي انا حولت اي سي لاي سي مباشره هذه سنجل فيس سيركت حولت اي سي لاي سي ماشي واضحه هاي؟